بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ معكم ما لدينا من كنوز وحقائق في هذه القناة، برجاء الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ليس له نظير في أي قناة أخرى على الإطلاق. أخي باحث عن الحق، هل تعلم أنه ينفع الاستغفار للمتوفى وكذلك النفقة إلى روحه؟ وأما قراءة الفاتحة إلى أرواح الموتى فهي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. للمزيد من معرفة الحق من محكم القرآن فيما يتعلق ما يخص الموتى من طريقة الصلاة عليهم والدعاء والدفن والصدقات إلى آخره، تدبروا الرابط التالي. ظاهرة من يدعون أنهم يتعاملون مع الجن المسلم في أعمال الخير فقط، ويطلقون على أنفسهم الروحانيين، ويتكلمون عن علوم الغيب والحظ والأبراج، فما مدى صدقهم من عدمه؟ وهل لهم خطورة ومكر يمكرون به؟ وهل يوجد خدام جن؟ وهل هم حقيقيون ويجوز الاستعانة بهم؟ لمعرفة الحقيقة حول كل ذلك وكل تفاصيلها، تدبروا الجواب الذي تجدونه في البيان الحق من القرآن في الرابط التالي. اقتباس من بيان كتبه الإمام ناصر محمد اليماني بتاريخ 27 من شهر محرم لسنة 1430 للهجرة، الموافق 24 من شهر يناير لسنة 2009. طرق الوحي الثلاث في قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق الله العظيم. فأما قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهو وحي التفهيم إلى القلب كما بينا لك بالحق، وتصديقا لقول الله تعالى: ففهمناها سليمان. أما قوله تعالى: من وراء حجاب، وذلك وحي التكليم من وراء حجاب كما كلم الله تعالى موسى تكليما، وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وذلك عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. أخي الباحث عن الحق، هل تعلم أنه محرم على كل مسلم حبس الطائر الحر؟ كونكم تمنعون العصافير الطائرة من الصلاة لله رب العالمين، وهي ليست كالدجاج، لكون الطيور الطائرة طيور حرة حساسة تتعذب نفسيا من حبس الأقواس. للمزيد من العلم حول ذلك في علوم القرآن تجدونه على الرابط التالي. تلت على مسامعكم هذا الاقتباس إحدى أنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. إلى الملتقى في اقتباس جديد.